تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، وفي الإخراج مخرجنا المتألق المبدع أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم، نرحب بمشاركاتكم، نرحب باقتراحاتكم خلال الساعة معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونتمنى إن شاء الله لكم اليوم يوم سعيد وموفق وبداية الأسبوع إن شاء الله. وناخذ أول فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأعزاء مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي وما يدور في السوشيال ميديا. صباح الخير أستاذة أسماء. صباحكم الله بنور رقي عبد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالخير والعافية. لما تعرفون أن نحن مستمرين في نصائحنا التوعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ومن أهم النصائح اللي كنا حاطينها أو قبل ما نبدأ النصائح نأكد على الخدمات اللي هم مستفيدين منها وهم حبيب. من ضمن الخدمات اللي هو خدمة طبيب لكل مواطن، واللي ممكن يأخذون الموعد عن طريق التطبيق، يعني حتى ما يحتاجوا إنه يتصل. الخدمة هاي أفضل من التطبيق، خدمة ثانية إن الدول يصهم البيت. ما يحتاجون إلى المستشفيات، ما يحتاجون يروحون. إذا عندهم أي استشارة طبية ممكن يأخذونها عن طريق التطبيق يعني هيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني نحن دائما نأكد عليها هي يعني الواحد يلتزم بأخذ الإجراءات الوقائية. نحن ما نقول للأشخاص إن خلاص يعني لا تطلعوا من البيت، لكن إذا بتطلع خذ احتياطاتك الوقائية، البس الكمامة، البس القفازات لما ترجع البيت، على طول بدل، لا تقعد مع عيالك تحضنهم مثل بغاسل ايدك، غسل يدين ما زال شيء مهم يعني. فمخوف هالأشياء الواحد ما يهملها، فنحن نحب نأكد على هذا هالشيئين انهم جدا مهمين. ايضا نحن كنا حاطين في قناة التواصل الاجتماعي بعض النصائح المهمة اللي منها كيف ممكن واحد يتجاوز الضغط النفسي في ظل أزمة تفشي الفيروس، كيف ممكن الأشخاص أن يعني أيضا يتواصلون مع أشخاصهم والحصول على الطاقة القوية خلال شهر رمضان وواحد مباراة يظهر ويروح في المكان، كيف ممكن يستمتع وكيف ممكن يكون عنده روتين يومي وهو في البيت. ففي مجموعة من النصائح نحن نتمنى أيضا من الجميع أن يتابعونا على جميع قنوات التواصل الاجتماعي، لأن عشان يستفيدون من هذه المعلومات والمعلومات اللي راح تفيدهم وهم في البيت، وكيف يستفيدون من أوقاتهم. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا أستاذة أسماء الجناحي. مستمعين الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن عادات صحية في رمضان مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهير محمود. وأيضا مستمعين الأعزاء أذكركم بالاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن، الخدمات المتميزة اللي أطلقتها هيئة الصحة بدبي مؤخرا، وأيضا مبادرة دوائي، وأيضا خدمة واتساب. كل هالخدمات وجميع هالخدمات هاي يمكنكم
الاستفادة منها بالتواصل على الرقم المجاني الموحد لهيئة الصحة بدبي 800-342، ونعرف أكثر ومزيد من العادات الصحية في شهر رمضان المبارك بعد الفاصل. خلكم يانا مستمعين، فاصل وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعينا الأعزاء، نرحب بتواصلكم باتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلونا ناخذ مستمعينا الأعزاء معاكم الخبر هذا، يقول: كيف تقلع عن التدخين أثناء فترة العزلة الذاتية؟ نصح الطبيبة ومسؤولة الصحية المواطنين استغلال فترة العزلة الذاتية للإقلاع عن العادات اليومية المضرة وعلى رأسها عادة التدخين، واعتبرت أن مراكز الدعم عن بعد تساعد على ذلك. وقالت أيضا رئيسة المركز الاتحادي للعلاج والطب الوقائي التابع للوزارة إنه يمكن الاستفادة من فترة العزلة الذاتية للوقاية من تعاطي التدخين والسيطرة على هذه العادة الضارة وغيرها من العادات السيئة عن طريق طلب مساعدة مراكز الدعم عن بعد للإقلاع عن التدخين. وأضافت أيضا: نوصي باستخدام الدعم عن بعد أو عقاقير استبدال النيكوتين المتوفرة بدون وصفة طبية. وقالت أيضا الخبيرة: إذ كنا ننصح عادة بالإقلاع عن التدخين بشكل مفاجئ ومتزامن، فمن الممكن الآن تقليل عدد السجائر التي يتم تدخينها تدريجيا حتى يعتاد الشخص على هذه الفكرة ويسهل عليه أيضا ترك التدخين خلال تمضيه هذه الفترة الصعبة. ووفقا للخبيرة أيضا، إذا قرر الأصدقاء أو المعارف الإقلاع عن التدخين في نفس الوقت فسيكون من السهل عليهم القيام بذلك معا وبشكل متزامن بفضل الدعم النفسي والاقتداء ببعضهم البعض في هذه الفترة، ومن الممكن التخلص من هذه العادة السيئة بشكل أسرع في هذه الحالة. مستمعينا الأعزاء، نأخذ فقرتنا الثانية، العادات أو عادات صحية في شهر رمضان المبارك، مع اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة سهير محمود. صبحك الله بالخير أستاذة سهير. صباح الخير، إن شاء الله الكل يكون بخير وكل عام وأنت بخير. الله يحييك أستاذة سهير وأنت بخير، وحابين نسمع عنك منك اليوم أكثر عن العادات الصحية في شهر رمضان المبارك. نعم طبعا، نحن في شهر رمضان بنكون مش عم ناكل طول النهار، بنكون يعني فترة الصيام تتراوح ما بين 14 إلى 16 ساعة. ففي بعض النصائح يعني البسيطة اللي حابة أشاركها مع المستمعين. أول نصيحة هي إنه نحن دائما لما بدنا نفطر نبلش بالمي، لأنه جسمنا طول النهار يعني ما عم نشرب مي، وهلأ شوي درجات الحرارة بلشت ترتفع، فالمي والتمر يعتبروا من الأساسيات الإفطار برمضان. نبدأ مثلا الإفطار تاعنا بكاسين أو 3 كاسات مي مع 3 حبات تمر. يستحسن نخلص المي قبل ما نبلش الإفطار، لأنه لما نحن نشرب مي ونحن عم ناكل الأكل الصلب أو يعني اللين، بيصير في عنا عسر هذا. فدائما يستحسن إحنا ناخد المي بعدين ناخد التمر بعدين بنبدأ بالأكل العادي. غير هيك، في ناس مثلا بيصير في عندهم وجع رأس أثناء الصيام، هذا السبب يعني على الأغلب هو بسبب نقص السكر في الدم. فعشان هيك دائما كمان إحنا بننصح إنه ناخد يعني 3 حبات تمر عند الإفطار، أو حبة مثلاً أو 5، بس زي ما المريض السكر ما يتعدى 3 حبات تمر على الإفطار، لأنه 3 حبات تمر يعاد بحصة فاكهة، والتمر من الفواكه اللي بترفع السكر في الدم، although هي جداً مفيدة. غير هيك كمان بعد ما ناخد التمر والمي ناخد كاسة شوربة تكون عبارة عن مثلاً شوربة عدس أو خضار أو طماطم، يعني لأنه ده الخضروات فيها فيتامينات ومعادن، وإحنا جسمنا بيكون بيفتقر لهاي الفيتامينات والمعادن، فإحنا بنقدر ناخدها بالشوربة. حتى الشوربة ممكن للناس اللي ما بيقدر يأكلوا كميات كبيرة، ممكن تكون كاسة الشوربة عبارة عن وجبة كاملة متكاملة على الإفطار، يعني ممكن يحطوا فيها مثلاً صدر دجاج مفتفت ولا لحم مفروم، يطبخوه مع خضار مع مثلاً
شوية شوفان ولا شوية معكرونة أو شوية رز، هيك بتكون كاسة الشرب عبارة عن وجبة كاملة للناس اللي ما بتقدر تاكل كميات كبيرة على الفطور. غير هيك بعد ما نخلص الشوربة يستحسن دائما إنه ناخذ السلطة، لأنه إحنا بحاجة للألياف، لأنه مشكلة الإمساك مشكلة يعني متعارف عليها برمضان بسبب قلة المي وقلة الألياف، فضروري كثير إنه إحنا نتأكد إنه عم ناخذ صحن سلطة يعني إلى حد ما يعتبر يعني كبير، مش كمية صغيرة. وبعدين بنتبع صحن السلطة بالأكلة الرئيسية، شيء بسيط من الأكلة الرئيسية. ويستحسن دائما إنه إحنا الإفطار ما نكتر أكل، ناكل وجبة خفيفة، بنقوم بنصلي مثلا المغرب أو بنصلي التراويح، بعد التراويح ممكن نرجع ناكل مثلا من الأكل الرئيسية الكمية يعني المشبعة، بس يعني ما تكون كثير مشبعة كمان، لأنه عندنا وجبة السحور كثير مهمة. نعم ودائما يستحسن وجبة السحور تكون متأخرة، ناخذ النشويات المعقدة على وجبة السحور خصيصا لمرضى السكري، لأن النشويات المعقدة زي الشوفان، الخبز الأسمر، ممكن ياخذوا فول، ممكن ياخذوا حمص، ممكن ياخذوا بيض. بيض هو بروتين، بس يعني البروتين بيعطي إحساس مطول بالشبع. ومرضى السكر بالأخص يعني يعتبر السحور المثالي بالنسبة لهم هو الشوفان مع الحليب، ممكن يضيفوا عليه مثلا سكر، ولا ممكن يضيفوا سوري مش سكر، يضيفوا عليه فواكه، يضيفوا عليه عسل، قرفة، ينكفوه بالطريقة اللي هن بيحبوها، لأنه يعتبر لو جلايسيميك اندكس، يعني ما بيرفع السكر بالدم بسرعة، بل بيرفع السكر، بيطلع السكر موجود بالشوفان بكميات بسيطة وبطيئة على الدم، فبيعطي إحساس مطول للشبع. يعني ممكن الصايم ما يجوع إلا مثلا لبعد صلاة الظهر أو لأول يعني العصر. غير هيك على وجبة الإفطار المفروض إنه ناخذ يعني نشمل اللين بروتين. اللين بروتين اللي هو الدجاج، يعني يكون ما عليه دهن، ناخذ أسماك، ناخذ اللحم اللي ما عليها دهن، لما قبل ما نطبخ الأكل نشيل الدهن عن اللحم الحمراء، وما ناكل كميات كبيرة طبعا لحوم، لأنه إذا بنكثر كثير ممكن تعملنا شوي عسر هضم. يستحسن بعد ما ناخذ إفطار خفيف، بعدين بعد ساعة ولا ساعتين نقدر نرجع ناكل يعني شوي وجبة أكبر من الأكلة الرئيسية. نعم غير هيك إنه لما ناكل أثناء الإفطار يعني تيك إت إيزي، الواحد ما يستعجل كثير بالأكل، نمضغ منيح بعدين نبلع، لأنه كل ما مضغنا فترة أطول كل ما الجسم ساعدنا المعدة والجهاز الهضمي إنه يهضم الأكل بشكل أسهل، لأنه بتزيد مساحة الفضح يعني أثناء الهضم. صحيح ونتجنب الأكل اللي فيه دهون ويعني أملاح بنسبة عالية، سكريات. هلا أنا بعرف في رمضان إحنا بناكل حلويات، لكن يعني إذا حابين ناكل حلو ناخذ كمية بسيطة، ما ضروري ناخذ صحن كبير، يعني let's limit the portion size مثلا، إذا يعني حلو بتاكل بالمعلقة، معلقتين ثلاثة وخلص يعني انتهى الموضوع. ممكن مثلا بعد الإفطار نستعين مثلا إذا عندنا عسر هضم، ممكن نستعين بالشاي الأخضر بعد الإفطار بساعة أو ساعة، يساعد على يعني على عملية الهضم وهكذا يعني. وضروري كمان إنه نحن نشرب مي كثير منيح، والمي ما ناخذها كلها مرة واحدة، ناخذ مثلا كاسين أو 3 كاسات مي كل ساعة. شيئين بعد وقت يجي وقت السحور نكون أخذنا تقريبا ما بين 8 ل 12 كاسة مي. صحيح. أيضا أستاذة سهير، نحن في الحلقات السابقة ذكرنا مع الأخصائية التغذية بضرورة يعني شرب الماء الكافي يعني من فترة الإفطار إلى فترة السحور، ودائما نحن نذكر بعدم يعني شرب العصائر، وبالأخص العصائر اللي يعني الغير طبيعية اللي يكثر فيها الألوان أو الأصباغ اللي تأثر على الكلى بشكل يعني مباشر. فدائما ننصح يعني مستمعين الأعزاء بالإكثار من شرب الماء، ومثل ما ذكرت الأستاذة سهير مستمعين الأعزاء يعني شرب الماء، ولكن لابد أن يكون هناك أو تكون هناك ثقافة أن كيف تشرب الماء بشكل تدريجي من بعد الإفطار لين فترة السحور. فلو نسمع منك أكثر أستاذة سهير عن أهمية شرب الماء يعني خلال شهر رمضان المبارك، وأهميته أيضا للجسم بشكل عام وللكلى. نعم، يعني المي جدا مهم بشكل عام سواء برمضان أو خارج رمضان، صحيح. هلا خصيصا إنه الجسم محروم من المي ما بين 14 إلى 16 ساعة صيام، لازم نحن نعوضه عن هاي المي، لأنه نحن لما ناخذ المي مثلا let's say أخذنا 4 كاسات مي مرة واحدة أو 5 كاسات مي، اللي حيصير إنه الجسم رح يمتص جزء من هاي المي
جزء اكبر حيروح للكلى، تصفيه الكلى، والله يكرمك حينزل بالبول، فالجسم مش رح يستفيد منه. عشان هيك لازم نحن انه نقسم المي برمضان، يعني كاستين كل ساعة مثلا، او بالكثير 3 كاسات مي خلال ساعة. غير هيك بالنسبة للعصاير، يعني الواحد برمضان الا ما يشتهي هاي العصاير، بس مثلا اذا حب مثلا يشرب جلاب او يشرب قمر الدين، يعني ياخذ نص كاسة بحد الكمية، بس مش كل يوم طبعا، مثلا ممكن مرة بالاسبوع او مرتين بالاسبوع ماكسيموم. باقي الايام الاسبوع نعمل مثلا فريش اورنج جوس، حتى الفريش اورنج جوس ما ناخذ اكثر من 200 ml، لانه ال 200 ml بيعاد لحصه فاكهه، فاحنا اذا بناخذ كاسه كبيره عباره عن مثلا 350 او 400 ml، هي كانه عم ناخذ حصتين فاكهه، وحتكون احنا مش عم ناخذ الاشياء كل الفائده من الفاكهه، حكون عم ناخذ بس السكريات والمي. فاحنا دائما يستحسن انه ناخذ الفواكه كامله عشان ناخذ صحيح. الالياف، ناخذ الفيتامينات، المعادن. حتى لما نقطع الفاكهة نقطعها قطع كبيرة حتى مساحة السطح تقل، والفيتامينات اللي بتتبخر ببخار الماء تظل محفوظة داخل قطعة الفواكه. صحيح. الأستاذة سهير محمود، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا للمعلومات الجميلة عن العادات الصحية في شهر رمضان المبارك، كل الشكر والتقدير. أهلا وسهلا. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، بنطلع معاكم فاصل قصير وراجعين، ولكن بعد الفاصل بتكون عندنا حلقة جميلة. فقرتنا الثانية بتكون عن الحالة النفسية والمعنويات في مرحلة كورونا، وبتكون معانا الدكتورة فاطمة السيد يوسف، أخصائية نفسية في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، وبنتكلم أكثر عن المواضيع اللي تخص الجانب النفسي والدعم النفسي لموضوع أو مرحلة كورونا. خلكم معانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا، اتصالاتكم، ملاحظاتكم ومشاركاتكم خلال الساعة على الأرقام 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، حديث الساعة في العالم كلها الآن عن كورونا فيروس، أو المعروف باسم الكوفيد 19، والوقاية دائما خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما تجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، وهي تعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية المتصلة بفيروس كورونا، حيث تتخذ الهيئة ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة لهذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وصحتهم. وفي الجانب نفسه، وحرصا منها من هيئة صحة دبي على بقاء الناس في منازلهم لحمايتهم من أي عدوى محتملة بفيروس كورونا، وفي إطار جهودها المبذولة تعمل الهيئة من خلال كوادرها الطبية المتخصصة على تقديم خدمات نوعية عن بعد، ومن بين هذه الخدمات ما تقدمه في الجانب النفسي من استشارات وعلاجات وإرشادات طبية وعلمية للمتعاملين معها وهم في منازلهم. مستمعين الأعزاء، حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة فاطمة السيد يوسف، الأخصائية النفسية في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. دكتورة فاطمة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور، وشكرا وايد على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يا رب نفيدكم في هذه الاستضافة إن شاء الله. الله يسلمك يا دكتورة، كل الشكر والتقدير لك، وشكرا على جهودكم، شكرا على يعني الخدمات المتميزة اللي تقدمونها، وهذا يعني اليوم دائما يعني خدمات هيئة الصحة بدبي متميزة ونوعية الحقيقة. دكتورة فاطمة، حابين نسمع منك أكثر، يعني أو قبل لا ندخل في نوعية الخدمة اللي تقدمونها انتم المتعاملين في المنازل، نود او نحب نتعرف الى التداعيات النفسيه دكتوره فاطمه اللي يمكن ان يصادفها الناس، وبالاخص في هاي المرحله او الازمه العالميه، ازمه كورونا فيروس. فعلا هذه الازمه ازمه جديده على العالم كله،
نعم وطبعا لها تأثير نفسي كبير على العالم كله. صحيح، هذه تجربة جديدة يعني نحن ما مرينا فيها قبل، وحياتنا كلها يمكن تغيرت في الشهور اللي طافت، صحيح، فلها تأثيرات نفسية لأن نحن في النهاية بشر، وأي شيء نمر فيه تولد عندنا مشاعر، تولد عندنا ردات فعل، وهذه المشاعر تختلف طبعا من فرد لفرد. بعض الأفراد ممكن تكون صحتهم النفسية أو ردات فعلهم قوية، فبالتالي يتقبلون الموضوع بشكل أقوى، فبالتالي ما يتأثرون من الجانب النفسي. لكن في فئة من المجتمع يعني نتيجة نقول تركيبتهم البيولوجية، تجاربهم في الحياة، نشأتهم وهم صغار، بيئتهم المحيطة إذا كانت بيئة سلبية أو إيجابية ممكن يتأثرون بهذه الأزمة بشكل أكبر شوية، صحيح، فبالتالي تولد عندهم قلق، تولد عندهم توتر، فبالتالي تأثر على صحتهم النفسية بشكل كبير بشكل سلبي. صحيح، نحن موجودين على أساس أن نتحدث، يعني أهم شيء أن الواحد يتكلم، عادي أن الواحد يمر بتجارب شوية يعني نقول سلبية بمشاعر سلبية، لكن الفكرة أنه لازم نتحدث، لازم نعبر. إذا أنت ما تكلمت عن المشكلة نحن ما نقدر نساعدك، فنحن نوجه الجمهور يعني هذه تجربة جديدة، تواصلوا معنا، تواصلوا مع الجهات على أساس نحن نقدر نفيدكم، نحن نقدر نوجهكم، نحن نقدر نعزز صحتكم النفسية، ونكون كلنا مع بعض في أن نتخطى هذه التجربة صحيح، بإذن الله. نعم. شيء جميل دكتورة، بأن نحن طبعا هيئة الصحة بدبي هناك الكثير اليوم من الخدمات اللي تقدم لمتعاملينها وهم موجودين في منازلهم، هناك خدمة طبيب لكل مواطن، خدمة يعني توصيل الأدوية بشكل مجاني إلى المنازل، خدمة الواتساب، واليوم أيضا هناك خدمة تقدمونها أنتو دكتورة اللي هي خدمة الدعم النفسي للمتعاملين وهم في منازلهم. لو تحدثينا دكتورة أكثر عن هاي الخدمة المتميزة. نحن ندرك أن التجربة هاي راح تولد في البعض بعض المشاعر السلبية اللي ممكن يحتاجون فيها لدعم نفسي من شخص مختص، فبالتالي من باب حرصنا في هيئة الصحة في دبي أن نحن نقدم أفضل مستويات الرعاية الصحية خاصة في الظروف الحالية، وحرصنا على سلامة مرضانا وصحتهم النفسية، وتعزيزا طبعا لحملة التباعد الاجتماعي اللي نحن كلنا متكاتفين عشان نعززها. صحيح، نحن نقدم استشارات نفسية عبر الهاتف يتواصلون فيها الأخصائيين النفسيين اللي عندنا في مستشفى راشد في هيئة الصحة في دبي، مع المتعاملين مع اللي راغبين في هذه الاستشارات، ويقوم الطبيب بالتحدث مع المتعامل، يناقشون فيها كل هذه الأمور، المشاعر إذا فيها أعراض أو فيها مضاعفات أو أي شيء، ويكون فيها تعزيز للجانب النفسي بحيث أن الأخصائي يعزز الصحة النفسية عند المتعامل، وإذا احتاج المتعامل أنه يكون في أي تدخل دوائي حسب كل وحالته طبعا، نعم، يتم هناك توصيل الأدوية، خدمة مجانية اسمها خدمة دوائي من هيئة الصحة في دبي، نعم، يتم فيها توصيل الأدوية إلى المنازل في كافة أنحاء الدولة. فنحن يعني نقولهم نوصلكم لين بيوتكم، فما يحتاج انكم تحاتون، كل شيء ان شاء الله راح يكون بخير، الادويه حتى راح توصلكم لين البيت تعزيزا لحمله التباعد الاجتماعي. نعم دكتورة فاطمة، لو بس تذكرين مستمعينا الأعزاء عن آلية التواصل، هل هو يعني تواصلكم مع أو تواصل المتعاملين مع أطبائكم أو الأخصائيين النفسيين على نفس الأسلوب اللي هو استخدام يعني الاستفادة من الخدمات اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي، سواء طبيب لكل مواطن أو دوائي أو الواتساب اللي هو على رقم المجاني 803-42، أو هناك في آلية ثانية ممكن حن نعرف مستمعينا الأعزاء فيها؟ طبعا هيئة الصحة في دبي حاولت تسهل خدمة يعني التواصل مع الأقسام بمختلفها في الهيئة نعم. عن طريق كل الخدمات اللي ذكرتها، سواء الواتساب أو عن أرقام التواصل الاجتماعي اللي موجودة، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق طبيب لكل مواطن، نعم، يتم فيها أخذ بيانات المتعامل ورغبته في أنه يتواصل مع أخصائي نفسي، ويتم إرسال هذه المعلومات إلى القسم النفسي في مستشفى راشد، وبناء عليه يتم التواصل من الطبيب، نحن اللي نتواصل مع المتعاملين ونقدم لهم هذه الخدمة، فهم بس إنه
يبينون لنا الرغبة ونحن نعم، نتواصل معاهم إن شاء الله. وأيضا هاي يعني شيء أيضا مميز دكتورة، بأن يعني المتعامل ممكن أن يعني يتم التواصل معه، مع سواء كان الطبيب النفسي أو حتى الأخصائي النفسي. دكتورة طبعا يعني نحن في الفترة الحالية الالتزام بالبقاء في البيت، ومثل ما تعرفين يعني في البداية كانت ان يعني فترة التعقيم الوطني ووجود الناس في البيت، ومن الفترة الحالية هناك بعض اللي يمكن يعني التخفيف في هذا الجانب، ولكن نحن يعني ننصح بعدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى. فالالتزام في البيت دكتورة يعني أحد أهم الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المتبع يعني في العالم بشكل عام. كيف ممكن نحن يعني دكتورة تنصحين الناس بأنهم يستفيدون من هذا الجانب، وكيف يتغلبون على الجانب النفسي؟ اليوم كثير من الناس تتكلم بأن يمكن نحن تعبنا، يمكن ملينا، يمكن ويمكن، ولكن أيضا لابد أنهم يعرفون أن هذا واجب وطني، هذا هو نداء وطني، البقاء في البيت. ونحن دائما نقول يعني وجودكم في البيت هو نجاح فرق العمل التي تعمل 24 ساعة لضمان صحتكم وسلامتكم. فعلا هذا واجب وطني، يساعد على أن نحن نتجاوز هذه المرحلة الصعبة مع بعض. نعم نحن في النهاية أسرة، كلنا في الدولة أسرة، سواء قيادتنا الرشيدة، الشعب، المواطنين والمقيمين، وكافة الكوادر اللي تشتغل في كافة القطاعات حاليا، كلنا أسرة فيها وايد. يعني هذه الكلمة لها دور كبير، إذا أنا فرد من الأسرة ما تعاونت، فبالتالي هذه الأسرة لن تنجح وما راح نتخطى هذه المرحلة. هي فعلا فترة صعبة ونحن قاعد نمر يمكن بتغيرات كبيرة، ومثل ما قلت جلسة البيت مملة، لكن فيها سلامتنا وفيها ضمان لصحتنا وضمان ان نحن ننجح في ان نتخطى هذه المرحلة. صحيح، اذا جلسنا في البيت وما سوينا شيء وما شغلنا نفسنا باشياء مفيدة، راح تكون فترة صعبة وراح نتذكرها بعدين إن شاء الله، ونقول والله كانت فترة وايد صعبة، لكن إذا نحن استغلينا هذه الفرصة في إن نحن نسوي أشياء نحبها، نتواصل فيه مع بعض كأسرة صغيرة، إن نسوي نتشارك نسوي أشياء مع بعض، فبالتالي هذه تولد ذكريات جميلة بعدين. هذا واجب وطني نحن لازم كلنا نلتزم فيه، لأن ما راح نتخطى هذه المرحلة إذا نحن ما التزمنا بهذه الخطوة. الدولة سهلت كثير من الأمور، كل شيء ممكن يوصلنا للبيت، كل المعاملات ممكن نسويها من البيت، كل صحيح. الإجراءات هذه والخدمات هذه عشان نحن نلتزم وما نطلع إلا للضرورة. صحيح. فأتمنى من يعني من الأسرة إنها تلتزم، وإن شاء الله يا رب نتخطى هذه المرحلة الصعبة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله دكتورة. دكتورة أنت في البداية تحدثتي بأن يعني الموضوع موضوع كورونا موضوع عالمي وشيء جديد علينا نحن، يعني هناك تغييرات كثيرة يعني صارت سواء على المؤسسات أو حتى على الأشخاص بشكل مباشر. لو تحدثينا دكتورة كيف يمكن للناس أن يتعاملون مع هاي التغييرات من الناحية النفسية؟ بالنسبة للصحة النفسية وكيف نحن نعزز صحتنا النفسية خلال هذه الفترة الصعبة، إن نحن لازم دائما نرجع للأساسيات. أهم نقطة في تعزيز الصحة النفسية إن نحن نركز على الأساسيات، والأساسيات أشياء جدا بسيطة يمكن ما تخطر على بال الإنسان، لكن هي فعلا هذه اللي تخلي الصحة النفسية والصحة البدنية هي أقوى في إنها تتخطى هذه الأزمة، ونكون نحن تخطينا بشكل يعني إيجابي. نركز على النوم، النوم لازم يكون يعني شيء أساسي، النوم الكافي راح يخلي صحتنا ومناعتنا أقوى وصحتنا النفسية أفضل، فبالتالي هذا شيء وايد مهم، النوم الكافي هذا شيء جدا ضروري. الغذاء الصحي المتوازن والمتكامل هذا جدا مهم في تعزيز الصحة النفسية، صحيح، وهذه فرصة يعني الحين نحن نشجع على إن الواحد يجلس في البيت يطبخ ومن هالكلام، بدال من إن الواحد يطلب الجنك فود أو الأكل الغير صحي. القيام بالأنشطة البدنية مش معناته إن احنا جالسين في البيت إن احنا ما نسوي تمارين رياضية أو إنه ممكن حتى لو نمشي بس كم من نص ساعة في اليوم، هذا كله يساعد على إنه يعزز على الصحة الجسدية والصحة النفسية. نقوي الترابط الأسري بين الأفراد، نحن هذه أول مرة يمكن بعد الإجراءات اللي صارت هي العمل عن بعد، الدراسة عن بعد، يمكن الأسرة هذه أول مرة يمكن تجتمع
لفترة طويلة وتتعرف على بعض من أول وجديد مثل ما نقول. فهذه فرصة إن نحن نلقي وقت أكثر مع بعض، نسوي نشاطات مشتركة مع بعض، نتعرف يعني الأهالي ممكن يتعرفون على مواهب أطفالهم، على قدراتهم يعززونها. هذه فرصة إن نحن نخلق ذكريات جميلة. صحيح. وفي نقطة وايد مهمة عشان نعزز الصحة النفسية، هي إن نحن ناخذ المعلومات اللي نحتاجها من المصادر الموثوقة، ما ناخذ وما نندرس خلف الإشاعات اللي تنتشر واللي تأثر بشكل سلبي على المجتمع. صحيح. ناخذ المعلومات من المصادر الموثوقة ونتبع الإجراءات الاشتراطية والوقائية اللي تفرضها الدولة، وإن شاء الله نكون كلنا بخير وصحة. نعم دكتورة، بس بنتطرق شوية أيضا، في البداية تحدثتي أنت عن أهمية يعني حماية الأطفال، يعني كيف ممكن للطفل بأنها يعني يتقبل هذا الوضع، كيف بأن يعني يتجانس ويعني يعيش الوضع هذا بحيث أنه ما يأثر عليه بشكل يعني سلبي. نحن كثير تكلمنا في الحلقات السابقة بأن، لو أنت بعد تكلمتي دكتورة قبل شوية، بأن نحن لابد أن يكون دور الأسرة، دور الأم ودور الأب، بحيث أنه يعني يعطون المعلومات الصحيحة للطفل ويأخذون المعلومات مثل ما تفضلتي دكتورة من الأماكن الصحيحة الرسمية، بحيث أنه يتلقى الطفل المعلومات الصحيحة. دكتورة فاطمة، يعني شو تنصحين الأسرة أو الأم والأب بشكل خاص أنه يحمون أطفالهم من أي تأثيرات نفسية محتملة في ظل البقاء في المنزل لفترات طويلة، وبالأخص في الفترة الحالية؟ بالنسبة للأطفال لازم نفهم أن القلق عند الأطفال مختلف من ناحية التعبير ومن ناحية يعني كيف الطفل يوصل أنه قلق أو أنه متوتر. الطفل حسب الفئة العمرية طبعا، بعضهم ما يعبرون بالكلام، يعني ما راح يجيك الطفل يقول لك أنا خايف أو أنا متوتر أو أنا عندي قلق من هذا الموضوع. ممكن تظهر عليه أعراض يعني تعابير في الوجه، أو ممكن حتى ردات في الجسم، انه يتشكى من بطنه، يتشكى من كذا، يعني امور فيزيكال نسميها امور جسديه. صحيح. فنحن لازم اول شيء ندرك ان هذه الامور اللي قاعد يعني تظهر على الطفل هي بوادر بسبب القلق، او هي اشياء ثانيه ممكن يمر فيها الطفل تكون فعلا مثلا الام في البطن او كذا، او ان هذا بسبب القلق. ثانيا حسب يعني عمر الطفل، هل هذه الفئه نقدر نتحاور معاها، أم إن نحن نقدر نشغلها بأن نحن مثلا نسوي لها نشاطات، نتكلم معها بطريقة مختلفة. إذا كان الطفل من يعني فئة عمرية إن نحن ممكن نتحاور معاه، لازم نفهم أن الخوف في هذه الفترة شيء مقبول. لازم نحن ندرك أن هذه المشاعر، ونخلي الطفل يدرك أنه عادي أنه يبرز ويتكلم عن مشاعر، عادي أنه يتحدث عنها، عادي أنه يكون في خوف، لكن الخوف المقبول. في الخوف اللي يخليك تكون حذر، وفي الخوف اللي يخليك تكون عاجز. صح. يأثر عليك بطريقة سلبية، فبالتالي أنك أدائك ما يكون طبيعي. صحيح. دور الأم والأب طبعا أنه يكون في مرونة، يكون في يعني مثل ما قلت المعلومات اللي ناخذها تكون معلومات موثوقة، ونشوف الفئة العمرية الأكبر هل هم مثلا على برامج التواصل الاجتماعي، هل هم قاعد ياخذون معلومات، او they are مثلا يعني مطلعين على اشياء المفروض ما يكونون مطلعين عليها. هني نحن لازم نكون نسوي حد لهذا الموضوع، ان نحن نوجه الاطفال لا، هذه الامور يعني مثلا راح تضركم، اذا في معلومات تبونها عن الموضوع لازم تلجؤون لنا نحن. وبعدين نحاول ان احنا نكون قدوه، يعني أفضل شيء، أفضل طريقة يتعلم فيها الطفل هي عن طريق القدوة. صحيح. المودلينج احنا نسميه، انه يشوف امه والام والاب كيف يتصرفون مع هذا الموضوع عن طريق المشاهدة والتقليد الطفل يتعلم. وطبعا نرجع للأساسيات، انه يكون روتين الطفل متوازن، النوم، الغذاء، الأنشطة، نركز على الهوايات، نركز على خلق يعني ذكريات جميلة عن هذه الفترة، فبالتالي تأثيرها النفسي يكون إن شاء الله أقل من الناحية السلبية، وتكون لا إن شاء الله فترة إيجابية لهذا الطفل. نعم دكتورة، طبعا من خلال حديثك يعني في البداية ذكرتي بأن
الفترة هاي فترة يعني جديدة على الكل، فلا بد أن يعني الكل ياخذ ويتعاون مع بعض وياخذ الموضوع هذا بشكل إيجابي. ونحن دائما يعني ننصح ودائما نذكر الناس بأن لا بد أن يكون هناك في تكاتف بين الجميع، أفراد المجتمع، المؤسسات، الدولة، دائما بحيث أن نحن الكل مع بعض يشتغل بأخذ الموضوع هذا بروح إيجابية. كيف يتم دكتورة يعني استثمار فترة البقاء في المنزل في الفترة الحالية بأن نحن ناخذها بشكل إيجابي ورفع الروح المعنوية بين بعض؟ هذه فترة مثل ما هي صعبة، هي فترة إيجابية من ناحية أنها هي تعطي مجال لفرص كثيرة، صحيح. وفي كثير حملات قاعد تصير في الدولة، وفي كثير يعني في وايد أشياء قاعد تصير يعني من الناحية الإيجابية. في وايد فرص أن الواحد يطور من نفسه، في وايد فرص أن الواحد يرجع لهواياته ويبرزها، في وايد كورسات أونلاين صارت مجانية، في العالم كله تكاتف أول مرة في أنه يبعد عن السياسة، يبعد عن الاقتصاد، يبعد عن كل شيء ويركز بس على الصحة صحيح. وعلى الصحة النفسية وعلى يعني تطور البشر بشكل عام. لاحظنا نحن في الدولة عندنا ما شاء الله كثير من الحملات ووايد كورسات في وسائل التواصل الاجتماعي، الفرد ممكن يحضرها وهو في بيته، ويمكن هذه الكورسات قبل ما كانت تتوفر أونلاين، لكن حاليا هي متوفرة، الشخص ممكن يحضرها وممكن حتى يحصل عليها شهادات. من الناحية النفسية في وايد حملات مكثفة ومبادرات كثيرة في الدولة عشان تعزز الصحة النفسية، من بينها لا تكون هم اللي هي من برنامج سعادة وجودة الحياة. صحيح. فكل هذه المحاضرات ممكن الشخص يعني يحضرها تعزز من صحته النفسية وتطور منه كفرد، وتخليه يعني يطلع من هذه التجربة الصعبة بدون خسائر، وبالعكس بمكاسب كثيرة إن شاء الله. صحيح. دكتورة، بس حابين أيضا نعرف عن موضوع يعني كيف ممكن يتم تعزيز الحالة النفسية والصحية، وما هي المهارات اليوم؟ يمكن دكتورة نحن مثل ما أنتي تفضلتي في بداية الحلقة أن يعني الواحد مفروض أنه يتكلم، يعني مو بعيب أني أنا مثلا أستشير دكتورة فاطمة، أتصل بها أو أتصل بالجهات المعنية إذا كان عندي أي مشكلة، اضطرابات نفسية، نوع من القلق، نوع من الخوف. مو بعيب أني أنا مثلا أتصل أو أتواصل مع الناس على أساس أني أتغلب على الموضوع هذا بشكل علمي وبشكل طبي وصحيح. لو تحدثينا دكتورة عن المهارات، كيف ممكن أنا تكون عندي المهارة هاي وتكون عندي الشجاعة هاي بأني أتواصل مع الجهات المعنية على أساس أني أتكلم عن الوضع النفسي اللي أنا عايش فيه في الوقت الحالي؟ يمكن هذه الفرصة الأفضل اللي كانوا يعانون لسنوات ولفترات طويلة من مشاكل نفسية، وكانوا يخافون أو بسبب نظرة المجتمع أو الوصمة إنهم يتواصلون مع طبيب نفسي. هذه الفرصة الحين إنك أنت إذا ما كنت تقدر تجي المستشفى أو إنك أنت تروح تشوف طبيب نفسي، هذه فرصتك الحين إنك أنت تتكلم مع الأخصائي، إنك تقدم على الطلب من خلال الوسائل اللي ذكرناها قبل، والطبيب يتواصل معك وتناقش مشكلتك النفسية وتتحدث عنها وتعبر عنها، وتلقى اللي يسمعك ويوجهك للطريقة الصح، بدال ما انت كنت مثلا تقرا في النت او تحاول انك يعني تحل هذه المشكله بعيدا عن الانظار خوفا من وصمه العار. هذه فرصه كل هذه الفئه اللي كانت تعاني لفترات طويله، ان هذه هي فرصتهم ان يتواصلون، وان شاء الله راح يشوفون ان الموضوع اسهل وابسط، وان انك اذا تحدثت يطيح جزء كبير من الهم، وان شاء الله الطبيب راح يكون يعني عون وراح يساعده، وبالتالي من نخلص هاي الأزمة راح تتغير نظرته للطبيب النفسي وللصحة النفسية بشكل عام. صحيح. فهذه فرصة يعني مثل ما يقولون الكوفيد 19 جابت وايد أشياء سلبية، لكن خلقت أمور إيجابية كثيرة في العالم ككل.
نعم فهذا جانب إيجابي أنا أشوفه، يعني من ناحية المرضى صحيح اللي كانوا يتابعون، نعم كانوا رافضين يتابعون قبل. صحيح. دكتورة فاطمة السيد يوسف، أخصائية نفسية في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة حديثنا معك شيق. شكرا لمعلوماتك الطيبة، شكرا لجهودكم الحقيقة الكبيرة في التواصل مع المتعاملين، وأيضا تقديم الدعم اللازم في هاي الفترة. كل الشكر والتقدير لك دكتورة فاطمة. شكرا وايد على هذه الاستضافة، وشكرا لكل أفراد هذه الأسرة الكبيرة اللي ما شاء الله، يعني في خلال فترة قصيرة كلنا تكاتفنا وكلنا وصلنا يعني نص المشوار، وإن شاء الله الأمل أن هذه الأزمة راح تعدي، وكلنا إن شاء الله راح نعديها متكاتفين، وتكون من الذكريات الجميلة اللي بينت قوتنا كمجتمع وقوتنا كأسرة متوحدة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتورة فاطمة، شكرا. مستمعين الأعزاء تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.